الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، اللهم صل وسلم وأنعم وأكرم على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم واشف مرضانا المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اشف عبدك الطفل رفائيل، اللهم اشفه شفاء تاما، وسائر مرضانا المسلمين. أما بعد، أحبابنا الكرام، أذكر نفسي وإياكم باستحضار النية لله تبارك وتعالى، فإنه لا خلاص إلا بالإخلاص. فهنيئاً لمن عمل الخير وأخلص فيه لله، وعلى الإنسان أن يفرح بهذا، كما قال أهل العلم: لا تفرح إلا بعمل صالح، فهو الرفيق لك حينما يتخلف عنك أقرب الناس. مين راح ينزل معك؟ عملك الصالح. أما هل الزوجة تنزل؟ هل الأولاد؟ هل القرابة؟ كل واحد ينزل لوحده في قبره. فعلى الإنسان أن يعمل صالحا، وأن يكون فرحه بالخير فرحا عظيما. اليوم نتكلم عن أحكام تتعلق يعني بالبهائم، نتكلم عن أحكام تتعلق بالبهائم، من ذلك أنه حرام، مما حرم الله عز وجل، المثلة بالحيوان، المثلة بالحيوان. شو يعني المثلة بالحيوان؟ يعني الشيء اللي هو عايش من البهائم، يجي واحد شو هو وعايش يقطع له أجزاء جسمه، كأن يقطع له أذنه أو أنفه أو يده أو أن يقلع له عينه، فهذا حرام ومن الكبائر. ومن معاصي البدن أيضا اتخاذ الحيوان غرضا، اتخاذ الحيوان شو؟ غرضا. شو يعني اتخاذ الحيوان غرضا؟ الحيوان هون شو معناته؟ يعني ذي الروح الحي، البهائم، خروف، أرنب مثلا. فبيقعد شو بيعملوا؟ يعملوا هدف للرماية، بيحطوا بمحل بربطه مثلا، يقعد شو بده يقوي حاله بالرماية، بيصير يصيب عليه، يتخذه غرضا هدفا ليصيبه بالرماية. الرماية
في مثل هذا حرام اتخاذ الحيوان شو غرضا أي هدفا للرماية، فهذا حرام ومن الكبائر يعني من المعاصي الكبيرة. الرسول لما حث على تعلم الرماية مش بهذه الطريقة، إنما تتقوى بالرماية على شيء ليس من الأحياء، مش مثلا تحط خروف تنيشن عليه أو دجاجة أو هرة أو أرنب، لا، إنما شيء حجرة تتقوى بذلك، إنه حتى لي إن تشوف هل بتصيب إيه؟ فليس المقصود بتعلم الرماية إنه هكذا نوع من الرماية، إنه تتخذ الحيوان غرضا للرماية، هذا لا يجوز. أما أن تتقوى بالرماية بشيء آخر بشيء تاني، تبهنا حجر بتحطه النينة بلاستيك، تبهنا النينة تنك مثل ما بيقولوا، مش شيء حي. نعم. وأيضا من الأحكام التي تتعلق بالحيوان رمي الحيوان بالمثقل المذفف. رمي الحيوان بشو؟ بالمثقل المذفف. المثقل يعني الشيء الذي يقتل بثقله، الذي يقتل شو؟ بثقله، كالحجر مثلا، بتكون انت مكان عالي ومر من تحتك أرنب، فبتجيب صخرة وتزت عليه، هذا لا يجوز، هذا حرام. لو قال لك أنا بدي اصطاده، ليس بهذه الطريقة، لا يجوز بهذه الطريقة. في أشياء يجوز لك أن تصطادها بطريقة إيه، بس مش بهذا الأمر، تقتله وتحطم لعظامه بحجرة، ليس لك. مع أن الله عز وجل جعل هذه البهائم جعلها لمنافع الإنسان، يعني أحل لنا أن نأكل من لحمها بطريقة معينة، أحل لنا أن نلبس من صوفها، تبهنا، بس مش بطرق كبعض الناس اللي بيعملوها بأن يرميه بحجر مثلا، هذا حرام. لو قال لك بدي أكله، مش بهذه الطريقة، ليس له. فرمي الصيد بالمثقل المذفف أي بالشيء الذي يقتل بثقله كالحجر، هذا حرام. وهذا معنى المثقل، هو ما يقتل بثقله كالصخرة. كمان رميه للصيد بالمذفف، شو يعني المذفف؟ المذفف المسرع لإزهاق الروح، كمان حرام. وهذا عدة من معاصي البدن، ليش؟ لأنه يشترك فيه غير اليد، مع أنه في الغالب بيرمي بإيده، بس قد يشترك بذلك غير اليد. في بعض الناس بيدحرج حجر برجله على شيء تحته لحتى يصيبه، أو بعضهم يشترك مع يده عينه لحتى ليصيبه شيء، فعد ذلك من معاصي البدن. فانتبه. الأرنب اللي رح نعطي مثال عليه، مثال واحد رأى أرنبا فإذا مسك صخرة وضربه بها فقتله، هذا عليه ذنب، هذا عليه شو؟ ذنب، حرام يعني. لماذا؟ لأن الأرنب مأكول أولا. شو يعني مأكول؟ يعني يجوز أكله في الشرع مما أحل الله أكله، ولكن بطريقة معينة. الأرنب يسمى أيضا صيد، لأنه شيء في الغالب مرات بيكون خارج، يعني كمان الغزال نفس الشيء، وهو ليس بحيوان مؤذي. منه حيوان مؤذي، يعني أنت ما اضطريت حيوان مؤذي جاي بدك تدفع عن نفسك الضرر فرميته بحجرة أو بصخرة، لا،
إنما أردت أن تصطاده فشعما رماه بشو بصخرة ليس له حرام. هذا الفعل مع الأرنب أو مع الغزال أو مع نحو ذلك من الصيود فهذا حرام، حرام أنه قتله بما لا يحله للأكل، لأنه لو قتله بالصخرة مع قتله بالصخرة رماه وقتله هل فيه يأكل ويشوي للأرنب؟ لا ليس له، لأن الحجر يقتل بثقله. إنما أحل الله لنا مثل هيك بهائم اللي بدنا ناكلها بشيء يسمى في الشرع الزكاة الشرعية. الزكاة الشرعية يعني الذبح، والذبح يكون بآلة حادة كسكين، وسنفصل اليوم لحتى يعرف الواحد منا خصوصا الشباب إنه ما هو اللحم الذي يجوز لنا أن نأكله وبأي طريقة. طيب في بعض الناس بيقول لك الغزال ما فيني أكمشها لحتى لي أفعل معها كما أحل الله أنه تذبح لي، يؤكل من لحمها ويشوى ويطبخ. الشيء اللي ما فيك تمسكه يرمى بالسهم. بماذا يرمى؟ بالسهم، لا يرمى لا بالمثقل ولا بالمذفف، يعني لا يرمى بالشيء الذي يقتل بثقله كالصخرة، ولا يرمى بالرصاص المذفف اللي هو مسرع لإزهاق الروح كالرصاص، أو بعض الناس بيسموه بندق الرصاص، كما في بعض البلاد بيسموها برودة صيد، فبيحطوا ضروبة فيها خردق بيسموه رصاص صغير، فبيجي شو بيعمل؟ بيفرمها فرم لمين؟ للحمامة لما يصيبها. انتبهنا؟ يمسرع لإزهاق الروح، تلاقي شو ترى هيك وقعت بأرضها. لا يجوز رمي الصيد بالمثقل، لا يجوز، وبالمذفف أيضا لا يجوز. هذا الحكم بعض الناس ما بيعرفوا فعملوا تسلاية. شو بيعملوا؟ بعضهم بيروحوا على في بعض البلاد مثل لبنان مثلا، بيروح على الجبل فبياخذوا معهم هكذا شيء ما يسمى البارودة، بيقعدوا شو بيعملوا؟ بيتسلوا تسلاية، كل ما شافوا طير بوف نزلوه. شو بعدين بيعرض لك اياهم على صندوق سيارته وبيعمل معهم سيلفي كمان، بعضهم يحطها على الفيسبوك. شو عم تعمل بحالك انت؟ عم ترمي الصيد بالمذفف اذا كان ببارودة؟ هذا لا يجوز، حرام. بعضهم بيقولك ما كنت بعرف. ايه لو ما كان بيعرف حرام. طيب في بعضهم كمان شو بيعمل؟ مش جوعان بده ياكل، هيك تسلايه. طيب اذا جوعان وبدك تاكل يا مسكين كمان مش بهذه الطريقه، مش بهذه الطريقه ترمي الصيد ليس لك لا بالمثقل ولا بالمذفف. طيب ايش بيقولك كيف؟ علمونا. الذي ورد في الشرع إذا كان الشيء لا تستطيع أن تمسك به يرمى بسهم، والسهم يكون له حد، يكون له شو حد، يعني يكون بجهة مثل ما بتعرفوا السهم كيف بيكون من جهة مروس، فإذا قتل هذا الصيد بحده يجوز لك أن تأكل من لحمه، إذا كان شؤنا غير مقدور عليه، غير مقدور عليه. شو يعني غير مقدور عليه؟ يعني غير قادر انت ولا غيرك على انه تمسكه، مثل الطيور اللي بتكون طائرة في الهواء ما فيك، الفر مثلا وغيره بدك تاكل ما قادر توصله طائر. طيب جوعان يا مسكين شو بتعمل؟ بسهم، اذا رميته بسهم وهذا السهم قتله بحده وليس بعرضه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن فقال، قال إن قتله بحده فكل. هذا حديث عن النبي، إن قتله بحده شو فكل. فكل شو يعني فكل؟ يعني كل منه.
وإن قتله بعرضه فلا تأكل. الرسول كان يتكلم في هذا الحديث عن شيء اسمه المعراض. المعراض هو مثل السهم بس عريض، مثل السهم بس منه رفيع عريض، قد يرمي الواحد فيه بس مش الحد الذي قتل، عرضه العرض تبع السهم أو هذا اللي بيشبه السهم ضرب فيه فأرداه قتيلا. شو قال الرسول؟ إن قتل بحده فكل، وإن قتل بعرضه فلا تأكل. هذا من هذا الحكم عرف، هذا من هذا الحديث عرف هذا الحكم الشرعي. انتبهنا؟ طيب، شو قلنا نحن؟ ما هو غير مقدور عليه؟ أعطونا مثال شيء بيطير. بيطير يا حاج. الحمامة، العصفور، طير اسمه الفري وغيره. طيب، بدك تصطاده لتأكله، بشو فيك تصطاده؟ بالسهم. فإذا رميته بسهم والسهم قتله بحده فلك أن تأكل منه. أما إذا مش السهم قتله أو عرضه للسهم مش الحد تبعه فلا تأكل منه. وقلنا هذا الأمر لا يفعل للتسلية، مش مثل ما قلنا بالمعصية اللي قبل، لا نفعل ذلك كأنه نأخذ الحيوان غرضا للتسلية، حاطينه وقاعدين عم ننيشن عليه لحتى نتقوى فقط، قتلناه وعم نتقوى بهالشيء أو أخفناه وجرحناه فقط أنه عم تتقوى برماية، ليس لك. طيب، هيدا عم نحكي عن الأشياء اللي هي أحل الله لنا أن نأكلها. طيب، المذفف، مين بيذكرني شو يعني المذفف؟ الرصاص المسرع لإزهاق الروح، أيضا لا يجوز رمي الصيد به مثل ما بينا. وعلى هذا، يعني على هذا الحكم، على هذا البيان، فما يقتل ببندق الرصاص أو ما يسمى الخردق، نحن بنسميه برودة الصيد، الذي عرف استعماله للصيد ميتة. شو؟ ميتة لا يؤكل، وعليه إثم، وعليه إثم، لأنه اللي ورد في الحديث أنه بالسهم وما يقتل بحده، إنما هذا بندق الرصاص ما له حد، إنما هذا يزهق الروح بسرعة، لأنه شو مثل يعني حديد وعم يفوت بالجسم. طيب، ومثله شو قلنا نحن؟ الحجر، إذا رميت بالحجر، الحجر شو بيسموه؟ مثقل، مثقل يعني يقتل بثقله، بوزنه، بيطحن عظامه للهيدا. طيب، إذا واحد قال لك أنا رميت هذا الصيد ببندق الرصاص، الحكم شو يا حاج؟ حرام. نزل وبعده عايش، إذا ذبحه بعد ذلك حل أكله لأنه ذبحه، ولكن عصى الله لما شو ضربه ببندق الرصاص. واضحة؟ إيه. طيب، إذا بعده عايش كيف بنعرف أن واحد أول شيء وبعده نزل بعده عايش، لحق وبعده عايش، كيف بنعرف أنه بعده عايش؟ إذا كان فيه حياة اختيارية، حياته بعد شو؟ مستقرة. أما إذا وصل كهيئة المذبوح أول ونزل شو عم بيفرفر، كيف لما الطير المذبوح بيصير يطلع منه الدم وهيك عم بيفرفر، ينفض بشكل أنه مذبوح بعدين هدي وراء، شو معناته؟ يعني مات. فلما أوسوا ببندق الرصاص نزل وبعدين بسبب هذا مات، فهل يجوز له أن يأكله؟ لا يجوز. هذا الحكم عند الشافعي وغيره، ولكن في قول نذكره عند الإمام الأوزاعي. سمعين بالإمام الأوزاعي رضي الله عنه؟ كان مجتهدا، كان مثل الشافعي، كان مثل الإمام مالك. الإمام عبد الرحمن الأوزاعي عنده قال يجوز
الصيد ببندق الرصاص بشرط. قال التسمية قبل الرمي عند كل صيد، وعم بيصيدوا لا ياكلوا، مش اتخذه هدفا للتسلية. انتبهنا؟ قال عنده، قال يجوز الصيد ببندق الرصاص بشرط شو؟ التسمية قبل الرمي. وشو كمان؟ عند كل صيد. قال فإن أدرك هذا الصيد حيا، الإمام الأوزاعي شو قال؟ قال إنه يقول بسم الله وصابه نزل ركض عليه لقاه شو بعده عايش. قال فإن أدرك هذا الصيد حيا فلا بد من ذبحه عنده أيضا. أدركه حيا شو صار ساعتها؟ لابد من ذبحه من المكان الذي يذبح منه. فإن ترك يموت، بعده نزل عايش بس تركه لحتى يموت هيك لحاله. قال فإن ترك يموت من غير ذبح لم يحل عنده أيضا. انتبهنا؟ هذه المسألة عند الإمام الأوزاعي، رح أرجع عيدها. قال يجوز الصيد ببندق الرصاص. قلنا شو أي صيد؟ هو عم الواحد بده يصطاد لحتى يأكله، مش اتخذه غرضا. قال ولكن بشرط ماذا؟ التسمية قبل الرمي. قال وعند كل صيد، مش بأول اليوم سمى مرة وعم نازل في نقواس طول الهيلاء. قال شو كمان؟ قال فإن أدرك هذا الصيد اللي وقع، إن أدرك حيا يعني لحق عايش، قال فلا بد من ذبحه عنده أيضا. قال فإن ترك حتى شو صار؟ حتى مات من غير ذبح، قال لم يحل عنده. طيب هلا نبين مسألة أخرى. هلا بدنا نحكي عن الشيء اللي هو بنسميه مقدور عليه، ما عم نحكي عن طير طاير، ما عم نحكي عن الصيد اللي ما فيك تمسكه، عن الشيء المقدور عليه يعني قادر تمسكه. مثل شو؟ الدجاج والخروف. صحيح بدك تركض شوية حاج، بس شو بينكمش له طريقة. كمان الدجاج تعملك هيك كمشت اثنين، تعملك بينكمشوا يعني منه شغل. طيب إذا واحد قال لك أنا بدي أكل الدجاج، كيف بده؟ هذا مقدور عليه، هذا الشيء المقدور عليه. ركزوا معي منيح، لا يحل إلا بالقطع المحض، يعني إلا بالذبح، لأنه مقدور عليه. قبل شوي كنا قصة السهم، هذا بأي شيء اللي غير مقدور عليه. شو يعني غير مقدور عليه؟ يعني ما قادرين نمسكه. انتبهنا؟ أما المقدور عليه لا يحل إلا بالقطع المحض. وهون المقدور عليه شو يعني؟ يعني البهائم التي هي مقدور عليها. دير بالك شو بيقول العلماء، قال ولو كان وحشيا. شو يعني ولو كان وحشيا؟ غزالة عادة ما بتقدر تكمشها، فبيسموها شو؟ وحشية. يعني شو بتلاقيها بتعيش بال، يعني منا مستأنسة. ما عادة إذا جبت غزالة حطيتها بالبيت رح تتركك، بس افتح البيت تلاقيها هربت. انتبهنا؟ وحشية يعني منا مستأنسة. طيب الغزال إجا واحد قالك لأطب إيدي، إيه لأطب إيدك؟ إذا أردت أن تأكل من لحمه لا يحل إلا بالذبح لأنه كمشته. انتبهنا؟ طيب فلا يحل المقدور عليه أي من البهائم ولو كان وحشيا إلا بالقطع المحض. شو يعني القطع المحض؟ يعني بالذبح بالطريقة اللي هي بيد مسلم أو كتابي وبآلة حادة كسكين. وماذا يقطع؟ يقطع جميع الحلقوم والمريء. يقطع جميع الحلقوم والمريء. بيجي واحد بيقول لك شو يعني الحلقوم والمريء؟ يعني مجرى النفس ومجرى الطعام والشراب. شو كمان شرط أن يكون؟ أن يكون هذا اللي أمسكته لحتى تذبحه بده يكون عنده استقرار الحياة، يعني حياته مستقرة. حياته شو؟ مستقرة. أما هلأ في بعض البلاد شو بيعملوا بالخروف
أو بالبقر، بعضهم يضربوا برصاص برأسه، يضربوه برصاص بالرأس، هذا لا يجوز. شو بيعملوا بعدين؟ بيقع، قد يموت بهالضربة وقد شو لا يموت. ما عم نحكي على اللي ضربوا، هيدا حكمه انه أوسوا برصاصة لا يجوز، بس شو وقعوا بعده عايش، بعده عايش حياته مستقرة. فشو اجا واحد مسلم ذبحه لهذا البقر، اذا حياته مستقرة وذبح والمسلم ذبحه، بشو ذبحه؟ بآلة حادة كسكين، وقطع له مجرى شو؟ مجرى الطعام ومجرى النفس والشراب، هذا يجوز الأكل من لحمه. أما لو أوسوه وطب وقع، ما في حياة مستقرة، شو صار؟ ميتة. هل يجوز لو قطعوا له رأسه بعدين للخروف، هل يجوز بعد ذلك أن يؤكل منه؟ لا. ليش؟ لأنه الرصاصة موتته، وبهذه الطريقة لا يحي، مقدور عليه، انتبهنا؟ مقدور عليه، وأمسكوا به بدل أن يذبحوه من المكان. فشو عملوا؟ أوسوا أول شيء، بعدين بدوا يذبحوا. طيب إذا لحقوه قبل ما يموت وذبحوا، يؤكل منه، بشرط أنه مين بده يكون ذبحه؟ مسلم أو مين؟ كتابي. مسلم معروف مثلنا. الكتابي هون شو يعني؟ يعني يهودي أو نصراني. وهذا اليهودي أو النصراني شو شرط كمان؟ أنه ما ذكر شيء غير الله عليه، ما ذكر شيء غير الله عليه. لو سكت وذبح مثل ما نحن بنذبح، يجوز لك أن تأكل من ذبحه، واضح؟ طيب كمان هون خروف، بقرة، دجاج، جمل، بط، ماعز، هذول الأشياء أحل الله لنا أن نأكل من لحمها، ولكن بشو قلنا؟ بشرط الذكاة الشرعية. شو يعني الذكاة بالذال؟ يعني الذبح بحسب الشرع. مين بده يكون ذبح؟ واحد من ثلاثة، يا أما يكون مسلم أو يهودي أو نصراني، ويكون الذبح بشو بده يكون؟ بآلة حادة، مش بمكنة عم تبرم وشفرات. في بعض الناس بيكون شفرة عم تبرم، كبس الزر وعم تبرم طول الوقت، ما كمش بإيده، تبهنا؟ فهي عم يمرق عليها الدجاج وعم يتقطع روسهم، لا، هذه منا بيد، بدها تكون بشو؟ يد حامل هذا الشفرة، يد هذه يد مين بدها تكون؟ يد مسلم أو مين؟ كتابي. طيب وين قطع؟ مش قطع من هون من باطه قطعوا للهاي، لا، إنما من مكان هون قطع مجرى الطعام والشراب والنفس. طيب يجي واحد بيقول لك، هل الأوداج اللي بيسموهن، هل يشترط لصحة الذبح قطع الأوداج؟ لا يشترط، ولكن هذا أحسن حتى يخرج شو؟ الدم. ولكن أقله شو بده يكون قطع؟ مجرى الطعام والشراب والنفس. بشو بده يقطع؟ بشيء محدد بسموه، يعني يقتل بحده كسكين، غير العظم والظفر. العظم والظفر لا، ما فيك. في بعض الناس هو قال كمش عصفور، قال بالضافير، وقالوا أضافير طوال، قال كمش هيك من رقبته صار يعص عليه، لا، بالظفر لا يحل. شو كمان؟ بالعظم كمان لا يحل. طيب بحديد، سكينة حديد بيمشي الحال، سكينة ألمنيوم بيمشي الحال، سكينة من فضة، شيء من فضة حد يقطع كمان، تبهنا؟ طيب قال لك من خشب، مرات الخشب بيتسنن بشكل بيصير بيقطع كمان بيمشي، بس الشرط انه شو يكون؟ يقطع بحده ومنه لا ظفر ولا شو؟ ولا عظم. منه لا ظفر ولا شو؟ ولا عظم.
شيء تاني شو قلنا؟ يمشي حاله. عد عندك خشب له حد يقطع فيك تذبح فيه، حجر له حد يقطع، مثل بعض الحجارة بيعملوهم بشكل سكينة بيصير بيروسوهم من الجهتين بيصير بيقطع، بيمشي الحال. هلا بنجي حاج، بس خليني خلص هالنقطة. كمان حديد، حديد له حد بيمشي الحال. نحاس، شيء نحاس عملوا له روسوه بشكل انه يقطع كمان بيمشي الحال تذبح به. ذهب مثلا، عم نحكي عن هل يجعل يعني يصير حلال لو ذبح بالذهب مثل السكين عاملينه وهيك. كمان زجاج، زجاج محدد بشكل صار يقطع من حده كمان بيمشي الحال. قصب، تعرفوا القصب ايه، كمان لو صار له حد ويقطع كمان ذبحوا به كمان بيمشي الحال، بس ما بده يكون لا ظفر ولا عظم غير هيدولة. وله حد يقطع يعني بيمشي الحال لو ذبحوا به. أما العظم والسن والظفر لا يحل الذبح به أو بها. السن معروف، في بعض الناس ما بعرف إذا شفتوا مقطع هاي بيحط الدجاجة أو الصوص والعياذ بالله بيقطعوا هيك، هذا لا يحل. طب هنا وقلنا بالظفر كمان أو بالعظم لا يحل لو ذبح. عد عندك بشو؟ بالظفر أو بالسن أو بالعظم. طيب، ويشترط بالذبح أن يكون تحت الغلصمة. في شيء اسمه غلصمة هون، في بشيء بيكون طالع نافر لبرا، بيكون الذبح تحت الغلصمة مش فوق، هذا يشترط. يعني قطع الحلقوم والمريء، مجرى الطعام والشراب والهواء، بيكون وين القطع؟ بيكون تحت الغلصمة. طيب يجي واحد بيقول لك هل فيني روحة ورجعة؟ فيك تروح وترجع انتو عم تذبح الخروف. تبهنا؟ مش شرط يكون نزلي وحدة. هلا هو الأنسب أن تريحه بشكل انه سريع. طيب، ولكن مرات أخذت معك روحة رجعة، روحة رجعة كمان منا مشكلة، المهم انه يقطع، ولكن الأحسن شو بيكون؟ إراحته بالإسراع بالذبح. مش على راسه حاج، لا مش على الراس، انه على بطريقة انه قطعه بالحد، بالحد هيك يعني عمله هيك. طيب الامر الثاني، خليكم بس بعد اذنكم حتى ما تتدخل المسائل وحدا يفهم غلط. كمان يجي واحد بيسألك هل شرط ان يوجه الخروف الى القبلة عند الذبح؟ لا يشترط ولكن يستحب. هل يشترط أن يقول بسم الله عند الذبح لما بيذبح خروف بقرة مثلا؟ لا يشترط ولكن يستحب. ولكن في التسمية في بعض العلماء فصلوا في أمرها. بعض العلماء شو قالوا؟ يعني عند الشافعية لا يشترط التسمية إنما تسن. وفي بعض المذاهب غير الشافعي إذا ترك التسمية عمدا، إذا تركها عمدا لا يصح لا تصح الذبيحة عند غير الشافعية. تبهنا؟ إذا تعمد تركها، تبهنا مش إنه نسيها، تعمد أن لا يقول بسم الله، عند غير الشافعية شو قالوا؟ لا يصح الذبح. وفي بعض المذاهب إذا تركه أي ترك التسمية عمدا تصح، ولكن شو؟ مكروه. واضح؟ وهذا مأخوذ من وين؟ من الحديث. ركزوا معنا على الحديث. السيدة عائشة رضي الله عنها زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سألت النبي
عن أناس مسلمين قالت يا رسول الله أناس قريبي عهد بإسلام. شو يعني قريبي عهد بإسلام؟ يعني مسلمين بس أسلموا جديد. يأتوننا بلحمان، يجوا يعطونا يجيبوا لحم، هن ذبحوا، هن مسلمين وذبحوا. طيب قالت ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. هي شو عم تسأل عن التسمية، فشو قال الرسول لها؟ سموا الله أنتم وكلوا، سموا الله أنتم وكلوا. هذا الحديث دير بالك سؤال من السيدة عائشة للنبي عن شو؟ عليه الصلاة والسلام، عن شو؟ عن ناس مسلمين ذبحوا هن وجابوا اللحم، بس هي سؤالها عن التسمية، هل قالوا بسم الله عند الذبح ولا لا؟ الرسول أجابها أنه يجوز أن تأكلوا، سموا الله أنتم وكلوا. في بعض الناس الجهال وبعض الناس المفترين، ليش مفترين؟ لأنه لابسين زي العلماء، يعني ما عندهم جهل عندهم علم، بس افتروا على دين الله وذكروا هذا الحديث على اللحم الذي ما عرف من وين، مثل لحم بعض الأماكن سوبر ماركت موجود عندهم كذا، وانت منك عارف مين ذبحهم، فشو صار يقول يفتي يقول سموا الله أنتم وكلوا. لا، اللحم اللي انت منك عارف من ذبحه ما فيك تأكل منه، لابد انه شو تعرف من ذبحه، انه ذبح على الشريعة الإسلامية. بيجي واحد بيقول لك انا شفت على الدجاجة هيك مكتوب كلمة بالعربي حلال او بالألماني هلال كاتبين، هل يكفي هذا؟ الجواب لا يكفي، لا يكفي. مين كتبها؟ شو قصتها؟ فعشان هيك إذا بدك أمر اللحمة غير البطاطا، أمر اللحمة غير الجبنة واللبنة، أمر اللحمة في الإسلام شدد علينا كأمة النبي، شدد علينا أمر اللحم، لا يجوز لنا أن نأكل إلا من اللحم الذي عرفنا حله. كيف عرفنا حله؟ يا أما أنت مسلم ذبحت بإيدك، ذبحت طريقة صحيحة مثل ما بينا، أو غيرك مسلم هو ذبح بإيده، ذبحت أنت يا عمي الحاج قالك أنا اللي ذبحته، إيه خلاص مش الحال، أو مش هو ذبحه بس قالك أنا شفت غيري مسلم هو اللي ذبح، تأخذ بكلامه بيمشي الحال. أما لا أنت شفت ولا غيرك شاف، لا انت ذبحت ولا مسلم غيرك ذبح، كيف بدك تاكل من لحم منك عارف مصدرها؟ ليس لك، لا يجوز. حتى دير بالك بالاجماع عند كل المذاهب، عند الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة والامام الاوزاعي اللي ذكرنا، وعند ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعند السيدة عائشة، هذول كلهم كانوا مجتهدين، أنه لا يجوز أكل اللحم المشكوك فيه. لو شككت في اللحم هل هو حلال ولا منه حلال ما عاد فيك تأكله، ما عاد فيك تأكله إذا شكيت فيه. فكيف بشيء عرفت أنه ذبح مكانات مثلا، وعارف أنه مثل هلأ، انتبهوا، أمر الدجاج مقدور عليه الدجاج ولا لا؟ مقدور. شلنا لا يحل إلا بشو؟ بالقطع المحو. في البعض هلأ قالك لحتى نكتر، بلك باليوم أنا بذبح 10,000 دجاجة بده يربح، فما بيجيب شغيلة لحتى يذبحوا له مسلمين، شو بيعمل؟ مكنات عم بتقطع روس. قالوا شو حاطط؟ مسجلة، كل ما مرق راس بسم الله الله أكبر مسجلة عم تقول، مين عم يقطع؟ مكنة مش إنسان. هذا شو اسمه ذبح شو؟ مكنات. هل يقال عن المكنة أنها مسلم؟ لا يقال، أو مسلمة؟ لا يقال. فالذبح شو بده يكون من مين؟
للمسلم. أو شو قلنا؟ كتابي، كتابي ذبح، مش كتابي كمان عمل نفس الطريقة بالمكنات. أو مثلا في بعض الناس شو بيعملوا، شو بيسموه الدجاج، بيربطوه من إجريه هيك بالمعامل بالمسالخ تعول الدجاج، ما عم قول الكل، الأغلب، بس انتبه شو بيعملوا، بمرقوه بمي راسه لتحت، بمرقوه بمي. هالمي شو قصتها؟ كهربة، فيها كهربة بيفوت فبيكهرب مين؟ الدجاج. بيطلع من تاني ميلة، يا أما ميت يا أما دايخ. طب شو عرفك أنه دايخ ومنه ميت؟ شغلة كمان. طب لو ذبح وما تحرك بالمرة شو صار فيه؟ طلع ميت. هل يجوز أكله؟ لا. لو مسلم ذبحه، لأنه متين ذبحه؟ ذبحه بعد موته بالكهرباء موته، فلا يجوز. ليك إنه البعض قال بده السرعة، طيب شو صاير عليك؟ جيب لك 10 شغيلة أبضايات، تكلف لك شوية مصاري عليهم، بس أخرج لحم حلال وطعم الناس حلال. الأمر الثاني، صاروا كمان هالدجاجات المساكين احتاروا شو بدهم يعملوا فيهم، كمان صاروا بيفوتون على مثل غرفة فيها غاز مش كهرباء، في نوع تاني غرفة شو فيها؟ غاز. فبيطوشوهن. تعرفوا انتو اذا انا او انت او حتى البهائم لو نحط بمكان فيه غاز مدة طويلة عم يتنفس غاز، مرحلة من المراحل بيوصل للموت. ففي البعض بيفوتون على غرفة فيها غاز، بيطلع من جهة تانية، يا اما ماتوا يا اما دايخين. كمان اذا ماتوا ذبحوا لهم راس، قطعوا لهم راسهم ميته، ما عادت تحل. طيب اذا طلع من الثاني الميل الثاني وبعده عايش وذبحوه وتحرك وطلع الدم منه، هذه علامه انه بعده عايش كان، وذبحه مسلم بالطريقه الصحيحه، إيه هذا يجوز. طيب لما مصانع في منها هيك وفي منها هيك، الدجاجة اللي اجت قدامك بالصحن اي منهم؟ طب هنا فبدك تسأل، بدك تتأكد. فهذا يعني الواحد تنبيه. بيجي البعض بيقول لك مني عارف، إيه منك عارف؟ ما فيك تاكل، كل برغل، كل رز، كل بطاطا، كل جبنة، كل لبنة. ليس اللحم متحتم. في البعض عنده خلاص بيقول لك بدي لحمة، اللحم دير بالك، هذا اللحم يعني فيك تعيش من دونه، فيك تعيش من دونه. طب بدك تأكل لحم، بدك تتأكد انه حلال. روح على السمك يا خي، السمك هل يحتاج ذبح؟ لا يحتاج ذبح. السمك بشتى أنواعه، صغير كبير، أصفر أسود أبيض، كل ما يعيش في البحر فقط، شو اسمه هذا؟ ما يعيش في البحر أحل الله لنا أن نأكل منه ولو مات، ما بيعوز شو؟ ذبح. ماشي يا أخوانا. أمر الصيد الشيء تاني في تفصيل ما رح فوت فيه اليوم. كمان هون نذكر لكم طرفة لتشوفوا قديش أهمية العلم يا أخوان. يجي واحد بيقول لك هل يشترط اللي هو عم يذبح، المسلم اللي عم يذبح الدجاج أو البقر أو الغنم أو الإبل، أن يكون متوضئ؟ شو بتقول له؟ لا يشترط. مرة الشيخ كان عم يحكي عن هيدا الموضوع، فنط واحد يا إخواننا، نط واحد من الحاضرين، قال له يا شيخ شو بالنسبة للوضوء؟ فقال له، قال له ليس شرطا أن يكون الذابح على وضوء. قال له لا، أنا ما قصدي الذابح، أنا قصدي الذبيحة. يا لطيف،
شوفوا الجهل. قال انا قصدي الخروف. ايه بدك تودي الخروف؟ شو هالجهل هاي؟ في بعض الناس قرأوا في الكتاب انه يسن الوضوء لمين؟ مش للخروف، للذي يذبح، اللي هو عم يذبح، مش شرط انه يكون على وضوء. فبعضهم قد يكون قرأ عبارة في كتاب انه بالنسبة للوضوء، بس ما كاتبين انه لمن. فهو وين اخذها؟ على الخروف. وحتى يا اخواننا في ناس شافوهم بالعيون قال عم بيوضي الخروف. انتبهوا شو هاي الوضوء للمسلم يكون للشخص الانسان المسلم، مش خروف وبقره بدك توضيهم. نسال الله تعالى لنا ولكم حسن الحال وحسن الختام وحسن النية، ونختم بلا إله إلا الله.